بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي مدرسة النجم المستطاع. المرة الماضية كنا خدنا إزاي نعرف نحل المعادلة باستخدام القانون، وقبلها كنا خدنا باستخدام التحليل. النهاردة هنعمل العكس، بدل ما كان عندي بحل المعادلة، لا، هيبقى عندي الحل وكون المعادلة. نبص كده مع بعض. عايزين نحل المعادلة دي س تربيع ناقص 25 زائد 6. لو حللناها باستخدام التحليل هنلاقي ديت عبارة عن س ناقص 2 في س ناقص 3، وبالتالي يبقى س ناقص 2 بتساوي صفر. طبعا احنا قلنا قبل كده لما يكون في عندي اي قوسين مضروبين بصفر يبقى كل واحد منهم ممكن يكون بيساوي صفر، او القوس الثاني اللي هو س ناقص 3 بيساوي صفر، وبالتالي يبقى هنا س بتساوي 2 او س بتساوي 3. طب بالعكس بقى، لو انا عندي الحلين ان س بتساوي 2 و3، هل ممكن ان انا اقدر احل ان انا اكون المعادله؟ اهو بص كده، لو انا عندي معادله حلاها الحلين بتوعها 2 و3، كونها، كون المعادله. احنا قلنا الحل ايه؟ الس بتساوي 2، يعني معناها س ناقص 2 بتساوي صفر. الس بتساوي 3، يعني معناها س ناقص 3 بتساوي صفر. لما اضربهم في بعضهم يبقى الناتج برضه بصفر. س ناقص 2 في س ناقص 3 بيساوي صفر. كأننا مشينا الخطوات دي بالعكس. لما اضربهم، اضرب الاول في الاول يطلع س تربيع، سالب 2 س وسالب 3 س تبقى سالب 5 س. سالب 2 في سالب 3 بموجب 6 بتساوي صفر. كونا المعادلة بالعكس. هل كل مرة هنفضل نعمل الكلام دوت؟ طبعا من الصعب. فالشكل اللي باين قدامنا ان العدد اللي هنا ده هو مجموع الجذرين، والعدد اللي لوحده ده حاصل ضرب الجذرين. يبقى انا لما اجي اكون معادلة اقول المعادلة س تربيع ناقص، نجمع الجذرين ونضربهم في س، زائد نضرب الجذرين في بعض، وده بيسموه الحد المطلق، بيساوي صفر. القانون دوت بشرط ان يكون معامل س تربيع بواحد، يعني س تربيع ما معهاش ايه؟ عدد. لما يجي يقول لي كون المعادلة التي جذرها سالب 3 و1، بكل بساطة أروح جاي قايل إيه؟ مجموع الجذرين، مش هعمل نفس الخطوات دي بقى، مجموع الجذرين يساوي سالب 3 زائد 1 يطلع بسالب 2. حاصل ضرب الجذرين بيساوي سالب 3 ضرب 1 تطلع بسالب 3، وبالتالي تبقى المعادلة هي س تربيع ناقص، بدل مجموع الجذرين هحط سالب 2 وجنبها س، زائد هحط حاصل ضرب الجذرين اللي هو سالب 3، وبالتالي بيساوي صفر، وتبقى المعادلة س تربيع زائد 2 س ناقص 3 بتساوي صفر. كون المعادلة التي جذرها 5 على 2 وسالب 1، مجموع الجذرين يطلع كام؟ 5 على 2 واجمع معاها سالب 1 تطلع ب 3 على 2. حاصل ضربهما، حاصل ضرب الجذرين 5 على 2 مضروبة بسالب 1 تطلع بسالب 5 على 2، وبالتالي تبقى المعادلة س تربيع ناقص 3 على 2 مضروبة بس، زائد حاصل ضرب الجذرين اللي هو سالب 5 على 2 بيساوي صفر. يعني س تربيع ناقص 3 على 2 في س ناقص 5 على 2 بتساوي صفر. ممكن نضرب المعادلة دي كلها في 2 عشان نتخلص من المقام.
تبقى 2 س تربيع ناقص 3 س ناقص 5 بتساوي 0، لان الصفر لما ضرب في 2 كده جبنا، كان عندنا الحلول وجبنا المعادله. طب لو انا عندي المعادله هل اقدر اجيب مجموع الجزئين وحصل ضرب الجزئين؟ نبص كده، اوجد مجموع وحاصل ضرب الجذرين لكل معادله مما يلي: المعادله الاولى س تربيع ناقص 7 س زائد 5 بتساوي صفر، المعادله الثانيه نحل دي الاول بعدين ناخد الثانيه. ها مجموع الجذرين هو نفس العدد اللي مع السين بس بتغيير اشارته، يعني العدد اللي مع السين هنا كام؟ سالب 7، السالب اصلا موجود عندي في القانون، يبقى اذن كان العدد اللي مع السين هو 7، يبقى مجموع الجذرين بيساوي 7. طب وحاصل ضرب الجذرين العدد اللي هو حد مطلق اللي هو بكام؟ بخمسة. لو حصل ان المعادلة في عدد مع السين تربيع زي المعادلة دي، 2 سين تربيع ناقص 7 سين زائد 3 بتساوي صفر، مجموع الجذرين ما ينفعش ان انا احط هنا فين مجموع الجذرين وفين حاصل ضرب الجذرين، انما اللي ينفع عندي ان انا اقسم على العدد اللي مع س تربيع اللي هو معامل س تربيع، يبقى هقسم كله على 2 اللي هو مع س تربيع، وتبقى س تربيع ناقص 7 على 2 لو خدنا دي زائد خليها زائد 7 على 2 س زائد 3 على 2 تساوي صفر. فين مجموع الجذرين؟ مجموع الجذرين عندي هنا نفس 7 على 2 بس المفروض يكون حسب القانون اللي كنا كاتبينه قدامها سالب، هي قدامها موجب، يبقى نحط عكس اشارتها عشان تبقى سالب سالب، يبقى اذا مجموع الجذرين بسالب 7 على 2 وحاصل ضربهم في مجموع الجذرين بغير الاشاره اللي مع س، حاصل ضربهم بكتب الاشاره زي ما هي. ده كده لما يطلب مني مجموع الجذرين او حاصل ضرب الجذرين. طيب لما اجي دلوقتي العكس بقى، عايز اكون او عايز اعرف نوع جذري المعادله. ازاي نقدر نعرف نوع جذري اي معادله بدون ما احلها؟ بدون الحل احنا كنا قلنا قبل كده الحل بتاع المعادله ايه من القانون: س بيساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي لباء تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. العدد اللي داخل الجذر ده هو اللي بيحدد لي نوع جذري المعادلة. لو العدد ده موجب يبقى ليه جذر، لو العدد موجب يبقى ليه جذر ويبقى الحلين مختلفين، ولو العدد سالب يبقى ملهاش حل، ولو العدد بصفر يبقى ليها حل واحد. يبقى المعادلة ديت، يبقى ده اسمه المميز. اسمه ايه دوت؟ ده بيميز لي نوع جذري المعادلة. المميز اللي عندي بيساوي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. لو جه اداني معادلة بالشكل دوت، ما نوع جذري المعادلة؟
سين تربيع ناقص 5 سين زائد 3 بتساوي صفر. من غير ما احلها هقول المميز اللي عندي اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. الألف بواحد، الباء بسالب 5، الجيم بتلاتة أعوض عنهم، يبقى سالب 5 كل تربيع ناقص 4 في ألف اللي هي بواحد في جيم اللي هي بتلاتة. أنا يهمني يطلع موجب أو سالب بس، ده يبقى موجب. سالب 4 في 3 ب 12 25 يطلع الناتج موجب، يبقى المعادلة ديت جذراها حقيقيان مختلفان. اما لو طلع سالب فهيبقى جذرها حقيقي تخيليان، اما لو طلع صفر يبقى جذرها حقيقيان متساويان. لما نحب بقى ناخد واجب، هو طبعا الجزء دوت مش موجود عندكم في الكتاب، فهنكتب كم مساله تحلوها كواجب بسرعه كده. حل المعادله، اتنين س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بتساوي صفر. كون المعادلة التي جذرها سالب 3 و5، سالب 4 و3 على 2، وثالث مثال بين نوع جذري المعادلة س تربيع زائد 7 س زائد 3 بتساوي صفر. كون نوع جذري المعادلة 2 س تربيع ناقص 3 س ناقص 2 بتساوي صفر. كده لو كنا هنحل دول، لو طلع الجذران، لو طلع الناتج هنا المميز اللي عندي موجب يبقى حلان مختلفان، طبعا حقيقيان. لو طلع صفر حلان متساويان، يعني احنا بنقول كده عشان لما تيجي تحل الواجب. لو طلع سالب يبقى لا حل حقيقي لها، ملهاش حل حقيقي، لكن ليها حل في مجموعات اخرى. وبكده نبقى خلصنا هذا الدرس، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.